وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محب شلبي، استشاري المناعة وزميل الكلية الملكية بلندن. دكتور أعياد عطلة الميلاد وأيضا إجراءات احترازية مشددة في ظل المتحور الجديد أوميكرون، برأيك هل نحن بصدد الرجوع إلى المربع صفر مرة أخرى بظهور هذا المتحور؟ مساء الخير على حضرتك. هو اللي حاصل دلوقتي احنا مش عارفين، الاوميكرون طلع من اسبوعين ثلاثه وطلع في جنوب افريقيا، وبعدين احنا ما كانش فيه اي اخبار عنه ومش عارفين بينتشر قد ايه، لكن المعلومات الموجوده المتوفره دلوقتي ان هو بينتشر بحوالي 70 مره اكتر من المتحور دلتا، وان مش اللي مش عارفينه لسه لغايه دلوقتي هو التاثير بتاع الاوميكرون، بس احنا شايفين ان الاعداد بتتضاعف كل يومين عندنا في انجلترا. فحاليا واحنا بنتكلم دلوقتي في 900 حالة بتخش المستشفيات كل يوم، في عندنا 7600 عيان في المستشفيات، وفي عندنا حوالي 900 عيان على الفنتيليتور في العناية المركزة. فاحنا مش عارفين لسه اذا كان تحديدا هل الإصابة بهذا المتحور الجديد هل ثبتت فعليا؟ طبعا، يعني هذه الأعداد التي تتحدث بها مصابة بالمتحور أوميكرون الجديد. نعم، الأوميكرون بيتضاعف العدد بتاعته كل يومين، وهو بيطلع مع البي سي آر تيست. البي سي آر تيست اللي هو المسحة، نعم، بتبص على ثلاثة جين في الفيروس، في واحد فيهم ما بيطلعش في الأوميكرون، فالمسحات اللي بيطلع فيها بس اثنين إيجابي هم دول الأوميكرون، والأعداد بتاعت الأوميكرون بتتضاعف عندنا كل يومين. نعم، فالحاجة الوحيدة اللي لازم الناس تعرفها هو لازم الماسكات ترجع تاني، يعني تبي انفورسد، يعني لازم الناس تلبسها بالقانون، لازم يغسلوا ايديهم تاني، لازم التباعد تاني. الحاجة الوحيدة اللي نقدر نتكلم فيها دلوقتي هي البوستر دوزز بتاعت الفاكسين، الجرعات المعززة. نعم، ودي احنا الحكومه عندنا هنا هوت مديانا لغايه اخر السنه ان احنا لازم نطعم البلد كلها. نعم، هل الجرعات المعززه سيطرا عليها اي تطور للحد من انتشار اوميكرون او التقليل من اثاره الجانبيه عند الاصابه؟ الجرعات الموجوده دلوقتي هي اللي خدناها قبل كده، والريكومندد دلوقتي هو الفايزر والموديرنا في معظم الحالات، الا لما كانش العيان يقدر ياخده، وده بيبوست الاميونيتي بتاعت البني ادم حوالي 70%، ده اللي ممكن يقويها او تستطيع يقويها عن طريقها الجهاز المناعي ان يقاوم فبحوالي 70% هذا المتحول. نعم. طيب، الحاجه الثانيه اللي في دلوقتي تريتمنتس ابتدينا هنا اهوت في البيت بالحبوب اللي هي شركه ميرك بتعملها، وده بياخدها دلوقتي العيانين اللي هم عندهم اميونيتي، مشكله في الاميونيتي او عنده كانسر، وبياخد علاج كيماوي او علاج مشكله في الجهاز المناعي، امراض المناعيه. نعم، ودي بتطلع من المستشفيات على العيان في بيته، بتوصله بالبوسطه وبياخدها على طول. في الجديد كمان في جاي استرازينيكا عاملين انتي بوديز اللي هو الاجسام المضاده، خدوها اللي جسمنا بيكونها، خدوها عملوها في المعمل وبيطلعوها في حقن دلوقتي، فلسه دوت هيتجرب في الايام الجايه في السنه الجديده موضوع الحقن اللي هي بتتاخد بتاعت استرازينيكا ده. نعم، في فايزر كمان طلعت كمان حبوب، وبيقولوا لكن لسه ما فيش، يعني لسه نوت للوقايه ام للعلاج في دخول بروتوكولات العلاج؟ للعلاج. نعم، للعلاج، ودي تتاخد بدري في ساعه ما المسحه تبقى بوزيتيف في اول 3 4 ايام من الاصابه لازم ياخدها العيان، غير كده الفيروس بيكون، ودي بتبقى المفروض ان هي هتشتغل على المتحورات كلها، لانها ما بتشتغلش على شكل الفيروس اللي بيحصل فيه التحور، لكن بتشتغل على الطريقه اللي الفيروس بيهاجم الجسم بيها فبتوقف. نعم، المهاجمه. ماذا عن الاطفال وتلقيهم لجرعات اللقاح؟ الاطفال عندنا هنا هوت من 12 لغايه 15 ممكن ياخدوا، او غير كده هوت طبعا فوق 16 و17 وكده هوت بياخدوا من قبل كده، بس هنا هوت لغايه دلوقتي اديناهم جرعه واحده بس، ولسه ما فيش جرعه ثانيه لسه ما ابتدتش.
الاطفال اقل اصابه يعني لما بيجي لهم الفيروس ما بيحصل لهمش مضاعفات. الفيروس بيأثر اكتر في الناس اللي عندهم مناعه قليله والناس اللي عندهم امراض مزمنه والعمر الكبير والوزنهم مزايد. نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة دكتور محب شلبي استشاري المناعة وزميل الكلية الملكية بلندن.